اتش ار امم افريقيا دكتور حنان عبد المنعم الجماهير وحضرتك. احنا عاملين طبعا جروب بنذاكر عليه طول الاسبوع يعني، فالجروب لما قعدنا نحط المقترحات قلتي لي انا عايزه الحلقه دي اتكلم عن الناس المواطن. طب ودكتور حنان يعني نتكلم عن الناس المتخلية في الموظفين وتطوير العمل المؤسسي وان احنا اللي نتطور مش الجماهير. قلتي لا، ده لازم المواطن يستشعر دوره طبعا، العميل يستشعر مسؤولياته. ده حقيقي، لان احنا عايزين نبطل بقى فكره ان المواطن المصري مفعول به. لا، هو فاعل، لان مش كل حاجه نقول الحكومه هتعمل لنا، الحكومه هتسوي لنا، احنا مستنيين ردود رد فعل الحكومه. وي 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 محتاجين اول حاجه نبتدي نعمل براندنج لبلدنا. فالبراندنج لبلدنا ده هتبقى عامله ازاي؟ البراندنج لبلدنا ان دورنا ايه المواطن علشان هيقدر يسوق فكرته وثقافته ورقيه للعالم كله. احنا فين؟ محتاجين زي ما النهاردة تفضلتي وقلتي ان بمنتهى البساطة رئيس السيسي عمل HR النهاردة. عمل صحيح. اللي عمل وعمل HR. ايه هو HR بقى في الاول؟ الليدرشيب. الليدرشيب اللي هو بتاع السيسي النهاردة وبتاع امبارح السادات وجمال. الليدرشيب ان اطلع من الجماهير اقف اقول حاجة فكلهم يقتنعوا ويتجهوا اتجاه الاتجاه اللي انا استثنيه على ان فعلا هو ده رد فعل اللحظة. احنا رايحين على مسؤولية كبيرة قوي، رايحين على ان احنا لازم نعرف وعي ودور المواطن ووعيه باهمية دوره. انت هتعمل ايه؟ لازم نشتغل على ده. فالنهاردة الزيارة اللي عملها رئيس السيسي انه راح للمنتخب، لا ده بداية الليدرشيب. انا معاكم ومحملكم مسؤولية، حملهم بخمة. المسؤولية participation زي بالظبط كده، هو مشاركة في القرار، لا ده مشاركة في نتائج. انا معاكم ومحتاجين النيدز بقى بتاعت الاتش ار. مش احنا قلنا الاتش ار مانجر لازم من الاول، ده صفات الاتش ار مانجر اللي هو علم الموارد البشرية. انت بتتعامل مع موارد بشرية، فانت رايح فين؟ رايح انك تشوف زي ما عصام قال كده، هو انك مفتاح جماهير دراسة ايه؟ الاحتياج. هو دراسة الاحتياج ودراسة الرغبة. انت لما بتعملي سلعة، اولا دايما الواحد دايما دايما حتى في قراراتنا وفي مسؤولياتنا ومشغلنا وحتى لما بيكون عندك مشكلة، ماركت يور سيلف. دايما اقول لهم يا جماعة سوقوا فكرتكم. سوقوا ان انا قاعدة معاكي، حتى ثقافة الاختلاف تبين لي ان انا بس وردود افعالي عامله ازاي في ثقافه الاختلاف، مش ان احنا بنزعق بس. فحلو ان احنا نبقى فرحانين ومبسوطين وجماهير في وسط الحدث، لكن لازم ندرس تماما سيكولوجيه المواطن ونقول لهم انتوا شركاء حقيقي في الامباكت بتاع صوره مصر كلها. فنشتغل اتشار ونتدرب على تقبل كافه النتائج. طبعا، لانه احنا برضو كسيكولوجيات جماهير، مش احنا بس، يمكن شعوب العالم كلها بتتفق في ده، ان في حاله ما النتيجه تطلع غير توقعي، انا قلت عليه بقى الرغبه، ان رغبتي غير رغبتي غير رغبتي، فبتحول بقى ايه حاجه تانية خالص، بتحول لشرس في ردود افعالي تجاه غضب. هو الغضب هنا بقى ضيفي بقى، هو ده بقى بالظبط، ده اللي هتحول لغضب عليه ضيفي. ما ينفعش بالظبط كده. فحاجة مهمة جدا ان انا ارجع اقول يا جماعة لازم نبطل نبقى الشعب المصري مشكلته انه مفعول به مش فاعل. لا يا جماعة، احنا بنقول الشعب المصري لازم يكون فاعل مش مفعول به.